بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده برضو هنكمل في الفودبورن ديزيز، خدنا الفيرال وخلصناه، فهنتكلم بقى في الحاجات اللي هي اسبابها بتكون بكتيريا. فالبكتيريا الكوزس، بنبدا بالتيفويد وهنبدا بالكوليرا، دول اشهر اتنين يعني، وبعد كده هيتوالى الاسباب اللي بعد كده. حاجه نبدا بالتيفويد فيفر او اللي اسمها الانتريك فيفر. ايه هو الكوزتيف ايجنت بتاعنا؟ هو السالمونيلا، والسلمونيلا فيها اكتر من سترينز، فيها السلمونيلا طايفي والباراتايفي، والباراتايفي ده منها اي وبي وسي، هما بيكونوا جرام نيجاتيف باسيلاي نوعهم يعني، وايروبيك محبين للهواء، ودايما اللي بيموتهم هما الهيت والديس انفكتنت، بس ريزيست للفريزنج. يعني معنى كده ان انت لما تحط المنتجات بتاعتها اللي كنت تبنيتها بتايفويد فيفر في ثلاجه ولا حاجه هتريزيست الفريزنج، ودي مشكله كبيره جدا. يعني الايس كريم والحاجات اللي زي كده، كل حاجات تحتفظ نحفظها في درجة حرارة باردة شوية، لو فيها تيفويد هتكون مشكلة. سورس اوف انفكشن بتاعنا الكيس والكارير، يعني اي حد حامل التيفويد فيفر سواء كان مريض بالتيفويد فيفر او كارير للتيفويد فيفر. المود اوف ترانسميشن في كورا، يعني زي اغلب الفود بورن ديزيزز، وانجيشن اوف كونتامينيتد فود ودرينكس، يعني لو انا خدت اكل او مشروبات كونتامينيتد بالسلمونيلا طايفي وباراتايفي يبقى كده خلاص في تيفويد فيفر. وممكن تكون ميكانيكال كونتامينيشن بالفلايز، زي ما قلنا احنا الفلايز نفسها ممكن تاخد الحاجه من فيسز او ستولز يعني، وتروح نقلها على اي حاجه بتتاكل يعني. طيب الفيجيتابلز والفروتس بتكون في مشكله ان يجي يعني تنقل التيفويد فيفر، او ان هم يحصل لهم كونتامينيشن عن طريق الهيومن مانيور. الهيومن مانيور ده اللي هو السماد العضوي الانساني يعني البشري يعني، وده الصراحه ده ممنوع يعني، كان زمان بيستخدموه انما دلوقتي بقى حاجه ممنوعه دوليا، ما فيش حاجه اسمها سماد بشري، دايما السماد بيكون حيواني يعني. ميلك كونتامينيشن بالفلايز او ادلتريشن اوف ووتر، الميلك نفسه ممكن يبقى فيه تيفويد، بس هو هيجي له منين بقى؟ يا اما هيجي له ان هم بيغشوا اللبن بالميه، فالميه دي ممكن يكون فيها السلمونيلا، او الفلايز نفسها اللي هي الحشرات يعني اللي هي الهاوس فلاي اللي هي الدبانه الرخمه دي، بتاخده من هنا تحطه هنا، بتاخده من الستول زي ما قلنا وتحطه على الووتر او على الميلك او على الفودز يعني. وان الايس كريم هو اخطر حاجه لانه هي بتريزيست الفريزنج. الاكزيت بتاع الانفكشن هيطلع منين؟ هيطلع من الفيسز، هيطلع من اليورين. البورتال اوف انتري هيخش منين؟ هيخش عن طريق الماوس. بريسبوزنج فاكتورز، الايج بيكون كومن قوي في اليونج ادلت، الشباب الصغير يعني المراهقين. في الرورال اريا بيكون اقل من 10 سنين، والاربن من 15 ل 30. هي ملهاش علاقه قوي، بس هي يعني ايه، دي الملاحظه اللي هم لاحظوها. الميل والفيميل، هو الميل اكتر من الفيميل، وقلنا السبب مش عشان حاجه يعني عندهم يعني، بس عشان خاطر ان الميل اكتر، ان هو بيحب ياكل بره، ان هو بيحب يجرب، ان هو ممكن يعني يبقى عنده حب المغامره والتجربه، انما البنات بتكون بتاكلوا في البيوت اقل من كده بكتير يعني. السيزون بيكون في السمر طبعا، لان السمر ده الوقت اللي هو بيكون فيه الخروجات وفيه الاكل والمصايف وهكذا، وفيه الفلايز كمان، انتشار الفلايز اللي هي ممكن تنقل الامراض من شخص لشخص، من مكان لمكان عن طريق كونتامينيشن بتاع الفودز يعني. انفايرمنت طبعا هي اكتر في الاماكن الرورال اللي هي الريفية أكتر منها في الأماكن الحضرية. عشان السانيتيشن مش كويس يعني. الإنكيبيشن بيريود بتاعنا اللي هي فترة الحضانة من أسبوع لثلاث أسابيع. الكلينيكال بيكتشر بقى شكلها إيه؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعنا هنا بيكون عبارة عن أربع أسابيع وثلاثة ستيجز. أول ستيج منهم ستيج أوف إنفيجن، يعني أول ما السلمونيلا بتخش الجسم في أول أسبوع، إيه اللي هيحصل؟ هتحصل فيفر، يعني درجة حرارة عالية، والفيفر دي ليها شكل معين، الشكل ده بيقول عليه ستيب لادر باتر. ستيب لادر عارفين يعني إيه؟ زي السلم نفسه، درجات السلم. فإيه اللي بيحصل؟ بنطلع درجة وبعدين ننزل حتة وبعدين نطلع تاني وبعدين ننزل حتة ونطلع تاني وهكذا. فإيه اللي بيحصل؟ درجة الحرارة بتعلى وبعدين
تهدى شوية بالليل، وبعدين تعالى تاني يوم الصبح أكتر من اللي قبلها. يعني كانت 37 وتمانية من عشرة، بعد كده بقت 38، بعد كده 38 ونص، بعد كده 39، بعدين 39 ونص، بعدين 40، إنما ما تطلعش فجأة. خلاص، فده معنى كلمة ستيب لادر باترن. بيكون مع الفيفر طبعا اللي بتزيد ماليز وهيديك وأنوركسيا، وده مع كل فيفر الحقيقة. يعني بيبقى مش ملوش نفس الأكل خالص، وبيكون عنده صداع ومن جسمه مكسر خالص. الطنج بيكون كوتي، تلاقي فيه طبقة كده بيضة على الطنج. البالس الحقيقة بيكون سريع شوية، بس في أي فيفر بتزيد المفروض كل درجة بتزيد بيزيد قدامها 10 يعني بيتس من الهارت اللي بتبان في البالس ده. يعني لو قلنا الهارت بيت بتاعنا 70 في درجة حرارة 37 واتنين من عشرة، لو بقيت 38 واتنين من عشرة يبقى البالس بقى 80، بقيت 39 يبقى البالس بقى 90، وهكذا. خلاص، إنما اللي بنشوفه هنا بيبقى الموضوع مختلف، بتلاقي البالس نفسه عادي جدا ما بيزيدش برغم ان درجة الحرارة بتزيد. ماشي. ستيج اوف بروجريس، المرض نفسه بقى بعد ما ابتدى انفيجن يعني دخل في الجسم ابتدى بقى يشتغل، ابتدى يشتغل. ايه اللي حصل فيه؟ ستيج اوف بروجريس اللي هي الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث، الفيفر هتفضل موجوده، وكل المانيفستيشنز اللي احنا قلنا عليها اللي قبل كده هتفضل موجوده، اللي هي اللي اسمها constitutional manifestations، يعني المظاهر التابعة للفيفر، زي الهيديك، زي الماليز، زي الأنوركسيا، زي الكوت التانج، زي السلو بالس in relation للفيفر. تمام. طيب الجي اي تي manifestation بتكون بتظهر زي abdominal pain، وزي أنوركسيا، وزي constipation، وزي دايريا. الراش بتكون في عبارة عن روز سبوتس. روز سبوتس دي يعني حاجة كده زي نقط حمراء كده موجودة على الجسم، دايما بتكون في الترانك، يعني في الترانك بتاع الإنسان، بتظهر عند اليوم السابع، ولما بيدوس عليها اون بريشر بيحصل لها ديسابيرانس، يعني أول ما تدوس عليها تلاقيها اختفت تماما. ماشي. ده الأسبوع الكام؟ ده الأسبوع التاني والتالت من البروجريس. الأسبوع الرابع بقى بيخف تماما، فجأة تلاقي الفيفر فولز باي لايسز. يعني ايه؟ يعني الفيفر وقعت فجأة مرة واحدة، يعني بعد ما كانت وصلت لحد 39 ونص أو 40 فجأة رجعت نورمال، والجنرال كونديشن كلها امبروفد، ويبقى خف طبعا. خلاص، ده الناتشرال هيستوري، يعني ده الستيجز بتاعت الكلينيكال بيكتشر ناتشرال هيستوري، اللي هي من غير أي تدخلات بتمشي بالطريقة دي. ستيج اوف انفيجن أسبوع، ستيج اوف بروجريس الاسبوع من اسبوعين، يعني الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث، ستيج اوف ريجريشن او ريجريس ده الاسبوع الرابع. طيب ايه هي الكومبليكيشن؟ خلوا بالكم بقى، تايفويد فيفر، في ناس كانت بتجيلهم التايفويد فيفر ما يعرفش ان عنده تايفويد فيفر غير لما يجي لنا بمصيبه سوداء في المستشفى. يعني يجي بانفجار في الامعاء اللي هي البرفوريشن، وطبعا انفجار الامعاء مع رسيف مع التهاب في الايه، في الغشاء البروتوني، ودي حاله كبيره وخطيره وبيبقى فيها وفيات. تمام. فمن ضمن اهم الكومبليكيشن اللي بتحصل الانتستاينال كومبليكيشن، اللي هي بيرفوريشن وهيموريدج وبريتونايتس. طبعا البيرفوريشن بيحصل عشان هي تعمل ألسر، تعمل ألسر في السمول اسمها ايه، في السمول انتستين. ممكن تعمل كوليسيستايتس، التهاب في المرارة، يعني ممكن تعمل بايلونيفرايتس في الكلى، ممكن تعمل نيمونيا، ممكن تعمل مايوكاردايتس. ريلابس بقى ممكن 10% من الناس ممكن يحصل لهم ريلابس، يعني بعد ما يخف خالص تبص تلاقي راجع تاني التيفويد فيفر، ابتدت الأعراض تظهر تاني وترجع تاني. وممكن يقلب بكارير، والكارير بتاعه ده يا إما يكون يوريناري كارير في حالة كرونيك كوليسيستايتس، او ممكن يقلب بفيكال كارير عشان البلاريزيس. طبعا الكلام ده كان قديم، بس اللي تنتوا تعرفوه ان هو ممكن يكون فيكال يعني بينزل مع البراز، وممكن يكون الرينري ينزل مع البول في حاله الكارير ستيتس. ايه الدياجنوزس؟ على حسب بقى انا في انهو ويك،
اول ويك بيبقى البلاد كلتشر ده في الفيرست ويك، وطبعا بتبقى محتاجه وقت شويه الكلتشر عشان تطلع كميه دم كبيره، ولو طلعت بوزيتيف يبقى في احتمال كبير جدا تكون ايه، تكون تايفويد. لو طلعت نيجاتيف معناها مفيش اي تايفويد فيه. الاسبوع التاني والاسبوع التالت يا اما بعمل الستول كالتشر، والستول كالتشر بصراحة دي بتبقى كويسة جدا، يا اما بعمل الفيدال تيست. خلي بالكوا اسمه فيدال مش ودال، اسمه فيدال. ده الاسبوع التاني والاسبوع التالت. اليورين اكزامينيشن مش محتاجه خالص، لانه لما بيظهر اليورين يعني تظهر السالمونيلا في اليورين بعد الاسبوع الثالث، بعد نهايه الاسبوع الثالث. طب انا خلاص بعد الاسبوع الثالث احنا دخلنا في الرابع، والرابع ده يا هيخف يا يخش في الكومبليكيشن، فمش محتاج. طيب يبقى الفيدال تيست والستول اناليز ده في الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث، والاسبوع الاولاني البلاد كالتشر. طب بصوا، هما كان مشهور جدا كلمه فيدال تيست. الفيدال تيست دايما اي حد تساله في تايفويد فيفر يقول لك اعمل فيدال تيست. الفيدال تيست يا شباب ملوش اي 30 لازمه خالص، ملوش اي لازمه بحق الكلمه يعني، ماشي؟ مش اكيد ومش اكيوريت، انما الصح هو الستول كالتشر في الاسبوع الثاني والثالث، الاسبوع الاولاني الستول البلاد كالتشر. طيب نشرح تاريخ بقى ونشرح ايه هو الفيدال تيست. الفيدال تيست ده بمنتهى البساطه انت هتجيب هو تيوب اجليتونيشن تيست. يعني ايه تيوب اجليتونيشن تيست؟ انت بتجيب مجموعة كده من التيوبس اللي هي الأنابيب، وتجيب السيرم بتاع العيان وتخففه، وتعمل له سيريال ديليوشن اللي هو التخفيف، 1:20، 1:40، 1:60، 1:80 وهكذا. وتمسك تجيب التيوبس بتاعتك وتحط فيها السيرم اللي متخفف 1:20، ده الصف الأولاني، بعدين 1:40 الصف الثاني، بعدين 1:60 الصف الثالث وهكذا. كويس. بعد كده تحط في التيوبس دي الانتجين. انهو انتجين؟ الانتجين بتاع السالمونيلا. طب السالمونيلا ليها كام انتجين؟ ليها اتش انتجين ده اسمه فلاجيلر انتجين، ده من بره خالص، وليها او انتجين اسمه اللي هو السوماتيك انتجين، وليها الفي اي انتجين ده السيرفيس انتجين. خلاص ماشي. تيجي يا سيدي تاخد الانتجين الاو انتجين ده وتحطه، وتحط الاتش انتجين بتاع السالمونيلا طيفي والسالمونيلا برا طيفي A و B. خلاص. وتحطهم على التيوب وتسيبهم لمدة قد ايه؟ لمدة من 48 ساعة. اقل ديليوشن حصل معاه الرياكشن بيبقى اسمه انديتيتر. معناه ايه؟ انت بخفف 1:20، 1:40، 1:60، 1:80، 1:80، 1:160، 1:320. حطيت في 1:20 لقيت حصل الايه؟ الرياكشن ده اللي هما ايه؟ التجلط كده مع بعض. خلاص اللي هو الاجليتونيشن. بعدين حطيت في 1:40 تخفيف 1:40 لقيته حصل، 1:60 حصل، 1:80 حصل، 1:360 حصل. ماشي؟ واحد بعد كده على 480 لقيته حصل، يبقى الاند تتر بتاعك هنا كام؟ 1:480، بعد كده ما حصلش. ماشي؟ طيب بيقول لك يا سيدي ان انت في اي حته في الدنيا 1:80 بيعتبر ايه؟ بيعتبر التيست بوزيتيف. في مصر لا، 1:80 ما بيعتبرش بوزيتيف، بنعتبره بوزيتيف من 1:160. ليه؟ لان احنا في مصر هنا عندنا انديميك التيفويد فيفر، ده انديميك، ناس كتير جدا 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 خدت العدوى دي من غير ما تعرف وهو موجود في دمها، فمهما تحط حتى لو هو ما عندوش المرض، مهما تعمل التيست هيكون موجود، هيكون موجود الانتي بادي ويعمل الاجليتونيشن، بس مش هيعمله امتى؟ على التخفيف العالي قوي. خلاص. طيب لو مع الاو سسبنشن الاجليتونيشن حصل مع الاو، يبقى ده معناه انه ريسنت انفكشن. طيب هل التيست كده كافي طلع بوزيتيف وطلع الاند اند اند تتر بتاعي 100 على 1:60 يبقى العيان كده خلاص؟ لا، ده انت لازم تعمله على مرتين، ما بينهم ايه؟ ما بينهم اسبوع، يعني تعمل مرتين، مرة في دال ومرة في دال، وبينهم أسبوع في النص عشان تتأكد من النتيجة بتاعتك. بس حقيقة بصراحة يا شباب اللي بيعمل في دال حتى بيتعمل مرة واحدة وشكرا. الـ VI تتر اللي هو قلنا عليه اللي هو الـ اسمه ايه ده؟ الـ Engine اللي هو الـ VI ده، لو شفناه يبقى الراجل ده كارير. خلاص؟
وهم 10% من الناس اللي بيجيلهم التيفويد بيقلبوا بكاري. لو هو واخد الفاكسين الفي اي ده مش هيبقى موجود. ليه؟ لان الفاكسين بتاعه هيت كيلد فاكسين، ولما يكون هيلد كيلد يبقى مقتول، فالمقتول يبقى الفي اي ده اللي هو في السيرفيس مش هتلاقي الانتيجين ده موجود اصلا. امتى التيست ده اللي هو الفيدال اعمله ويديني ان هو نيجاتيف وهو بوزيتيف، وامتى اعمله ويديني ان هو بوزيتيف وهو في الحقيقه نيجاتيف؟ هنشوف. لو واخد التاب تيست قبل كده، التاب فاكسين سوري، اللي هو التاب فاكسين اللي هو الفاكسينيشن بتاع التايفويد، لو هو واخده وعملت الفيدال تيست هيطلع ايه؟ هيطلع بوزيتيف. لو عنده انفكشن قبل كده برضه هيطلع بوزيتيف. لو عنده سب كلينيكال انفكشن قبل كده، يعني انفكشن بس ما عملش المشكله حقيقيه، هيطلع برضه بوزيتيف. تمام. طيب لو عندنا التريتمنت خده بدري قوي، لو خدت التريتمنت بدري برضه هيطلع التيست في مشاكل، لانه هيموت الاورجانيزم يبقى هيقلل انتي بادي، او في حاجه اسمها امينيستيك رياكشن، وده بيقول لك معناه فيبرايل ايلنس ليد تو نون سبيسيفيك انكريز اوف فيريس انتي بادي، تلاقي انتي بادي كتير زادت. يعني معناه الفيدال تيست ده ممكن يطلع غلط بسبب لو واخد فاكسين او خد الانفكشن قبل كده، او صاب كلينيكال انفكشن، خد انفكشن قبل كده بس ما عملش معاه مشكله كبيره، او لو بدا التريتمنت بدري. عشان كده لا يعتمد على الفيدال تيست. البريفنشن بتاع التيفويد فيفر، الجنرال ميجرز اللي احنا قلناها كلها الاول، وايمينايزيشن، هل ممكن اديله فاكسين؟ اه. الفاكسين بتاعه اسمه ايه؟ اسمه تاب فاكسين. طب نوع الفاكسين ده ايه؟ هيت كيلد فاكسين. لدرجه ان الواحد ملي من الفاكسين ده بيبقى فيه 1000 مليون سلمونيلا طايفي و750 مليون سلمونيلا بارا طايفي ايه، 750 مليون بارا طايفي بي، وبيتاخد نص ملي سبكوتينيوس. تمام. ونصبر شهر وبعدين ناخد 1 ملي، يعني بناخد دلوقتي جرعتين، الجرعه الاولانيه نص ملي والجرعه الثانيه 1 ملي، وما بينهم كام؟ ما بينهم شهر، وبعد كده بوستر دوز كل سنه. ماشي. كل سنه تاخد بوستر دوز لان الفاكسين ده ما بيفضلش قاعد فتره. مين اللي ياخده؟ الناس اللي رايحين الانديميك اريا، ناس مسافره جايه مصر، هنا مصر فيها تايفويد يبقى ياخده، عشان اكيد هياكل اكل في مصر وهيجيله تايفويد. البليجرامز اللي هم الناس المسافرين في الحج، لانه هياكلوا هناك وفي اكلات كتير وممكن يحصل. فود هاندلر بقى، الناس اللي هم مقدمي الطعام، الناس اللي بتقدم الطعام في الفنادق والحاجات دي. فالفود هاندلرز دول لازم ياخدوا تايفويد فيفر الفاكسين اللي هو التاب فاكسين عشان يبقى ايش عندهم تايفويد فيفر. الاماكن بقى كلوزد كوميونيتي، الكامبس اللي هي بقى المعسكرات، المدن الجامعيه وهكذا. الجيش حتى بيحصل كده، في الجيش بيدوهم. لو في ايبيديميك او اوتبريك مفيش كلام لازم ياخد. والريسك بيبقى مين هم الريسكي؟ الناس اللي شغالين في الفيفر هوسبيتالز، والناس اللي شغالين في اللاب، والناس اللي بيشتغلوا في المجاري. تعرفين بقى اللي بيشتغل في المجاري لا بيلبس حاجه ولا في عنده وسائل وقائيه كبيره ولا حاجه، فيفضل ان هو تاخد تيفويد، لان هو اكيد اكيد هيحتك بالستولز بتاعت البني ادمين اللي هي ممكن يكون فيها تيفويد. طيب هل في فاكسينز تانيه؟ اه، في فاكسين اورال تيفويد فاكسين، ده بيتاخد نقط، وده ليف اتينيويتد فاكسين، بس هم واخدين النوع اللي هو افيريولنت، يعني ايه؟ يعني مش قوي قوي. في اي كبسولار بولي ساكرايد فاكسين، ده عملنا فاكسين كمان من الكبسول. ماشي. وده برضو بيتاخد انترا ماسكر وبيكل السلمونيلا طايف. تمام يا جماعه. كنترول بقى بتاع التيفويد فيفر، نوتيفيكيشن، وقلنا النوتيفيكيشن بتاعه ويكلي، ايزوليشن في الفيفر هوسبيتالز لحد فتره قريبه بس دلوقتي بطلوا، بيبقى في البيت بس وبيتعالج معالجه بسيطه، ديس انفكشن طبعا اكيد يعني، والتريتمنت كلورامفينيكول ده تنسوه خالص، مفيش حاجه اسمها كلورامفينيكول دلوقتي، محدش بيدي كلورامفينيكول عشان التيفويد. كوترايمكسازول ماشي، ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين ماشي، وفي بياخدوا السيبروفلوكساسين، والسيبروفلوكساسين يعني بيقعد 7 ايام وبيجيب نتيجه كويسه جدا جدا جدا، وبرده الكينيلونز زي التافانيك وبياخد 10 ايام جرعه
500 مللي برداي. بعد لما كان حاجزينه في المستشفى عشان نطلعه ونقول عليه ان هو ما عندوش حاجه خالص وبقى كويس ومش هيادي الناس، نعمل له ستول كالتشر. تمام، الستول كالتشر دي بتتعمل 3 مرات، كل مره بينهم 3 ايام. لو التلاتة طلعوا نيجاتيف يروح البيت وما عندوش اي مشكله. تمام، بالنسبه للكونتاكت الناس اللي كانت بتشارك معاه في الاكل وهكذا، فدول ليست برضه سيرفيلانس لمدة 3 أسابيع، ونديهم أكتيف إيمونايزيشن اللي هي ممكن أدي لهم التاب فاكسين بدري شوية، ماشي، أو لو في إميونو جلوبين أديها لهم عشان ما يحصلش وتطلع عندهم التيفويد وتعمل ديزيز. ماشي، للكوميونتي بقى بعمل سوبر كلورينيشن للووتر، بحط كلورين أكتر، بعمل فود سانيتيشن، سوبر فيجن للفود هاندلرز، وانتي فلاي ميجرز، وماس فاكسينيشن، بعمل فاكسين، ممكن اعمل فاكسين للمدينه كلها، اديهم فاكسينات، وهيلث اديوكيشن وسانيتري ميجرز، يعني حاجه بتاعه الكوميونتي ماشيه شويه مع الحاجات الجنرال. بس الووتر بعمل عليها السوبر كلورينيشن، يعني ايه؟ يعني بحط كلورين زياده. التاني اللي هو اسمه الكوليرا. الكوليرا ده مرض كان قديم جدا وكان عنده شهرة كبيرة قوي، موت ناس كتير قوي في العصر القرن ال13 وكده، بس لسه موجود لحد دلوقتي، بس بقى يعني تافه حبتين، يعني ما بقاش بالقوة القديمة. كوستيف ايجنت بتاعته هو الفيبريو كوليرا، هو جرام نيجاتيف بس اللاي او رودز كيرفيد ويز بولر فلاجيلا واكسيديز بوزيتيف، يعني كل دي مواصفاته يعني، بس هو جرام نيجاتيف بس اللاي او رودز وكيرفيد ويز بولر فلاجيلا، خدتوها طبعا في الميكروبيولوجي. ديسترويد بالاسيديتي وبالهيت والديسانفكتنت، عشان كده لو الكوليرا منتشر في الميه يقول لك بسرعه حط ليمون على الميه، فلما تحط ليمون تبقى اسيديتي، فالاسيديتي هتموت طبعا الايه، الفيبريو كوليرا. ليه نوعين، النوع الاولاني اسمه كلاسيك تايب، والنوع الثاني اسمه الالتور. والالتور ده الموست انفكتيف، يعني اللي هو بيعدي اكتر بكتير قوي، واكتر واحد بيريزيست للانفيرمنتال فاكتور، يقدر يعيش في الطبيعه خلاص. وفي فيبريو تاني اسمه فيبريو كوليرا او 139، وده بيطلع كوليرا توكسين. انما الكلاسيك والتور دول تبع الفيبريو كوليرا Q1، مش مهم قوي عليكم، اعرف ان هو فيبريو كوليرا وخلاص. source of infection هو الكيس والكارير برضو، المود اوف ترانسميشن زي التيفويد بالظبط، الثلاث حاجات، فيكو اورال وكونتامينيشن للفود والدرينكس، وميكانيكالي باي فلايز. اكزيت بيطلع من الستولز والفوميتس الترجيع، وبيخش عن طريق الماوس. predisposing factor الايدج في تشيلدرن بيبقى زياده قوي فيهم، ليه بقى؟ لان المعده بتاعتنا بتطلع HCL اللي هو اسيد. طب ما احنا قلنا الكوليرا بتموت بالايه، بالاسيديتي، بس لو درجه الاسيديتي قليله جدا في الاستومك يبقى الفيبريو كوليرا هتعدي، ولما تعدي هتعمل المرض ومفيش مشكله خالص. ده بيكون في الاطفال، لان الاطفال صغيرين ما بيعانوش من مشكله الحامض نفسه، ما بيزيدش بل بالعكس بيكون قليل، يعني الحمض بتاع المعدة ال HCL ده بيكون قليل قوي، قليل شوية عن الكبار، فلما يكون قليل يبقى الكوليرا تقدر تعدي منه وتعيش، لأن الأساسية بتاعته مش كبير، عشان كده بيجي في الأطفال كتير في السيزون، طبعا في السمر، وأكتر في الانفيرمنتال اوتسيدر. انكيبيشن بيريود من يوم لست أيام، بس غالبا ما بيكون 5 أيام، هو الإيه الكومن انكيبيشن بيريود. باثوجينيسيز يعني تفهموها، يعني الفيبريو بيخش السمول انتستين، يروح مطلع انتروتوكسين اللي هو اسمه اكسوتوكسين. اكسوتوكسين ده يخلي يعمل اكستنسيف سكريشن للووتر والالكترولايت من في اليومن بتاع السمول انتستين، ودي الطريقه اللي بتخليه يعمل اسهال كتير جدا يعني. انما لا بيدمر السيلز ولا بيزود البريمابيليتي بتاعتها، فاهمني؟ يعني هو ما بيزودش البريمابيليتي اللي هي اللي تخلي الامعاء نفسها السمول انتستين تنزل ميه كتير او تعمل دايريه، لا هو بيعملش كده ولا بيموت الخلايا، انما هو بيعمل عن طريق الاكسوتوكسين. كلينيكال بيكتشر بتاعتنا سهله قوي، سادن
onset of vomiting وضريع فجأة كده، إسهال وترجيع جامد جدا. والترجيع بيبقى مشهور بيقول لك شبه ميه، وبيقول لك عليه الميه بتاعت الرز اسمها رايس ووتر ستولز، يعني الستولز نفسه نازل شبه الميه بتاعت الرز، يعني ميه خالص ويا دوب حاجه بيبقى كده. التمبريتشر بتاعتنا نورمال. بيحصل له بقى ايه لما دلوقتي الالكترولايت قلت في جسمه والميه قلت، يحصل له شويه مايسل كرامبس، وبعد كده يبقى هيمو كونسنتريشن، تبتدي الميه تقل في الدم نفسه، فالدم نفسه يعمل هيمو كونسنتريشن. وبعدين اولوجيميا، اولوجيميا اللي هي الكلى ما بتطلعش بتاع ما بتطلعش يورين كتير. الجوريا اليورين بقى قليل جدا، ممكن يوصل لانوريا، انوريا دي يعني ما فيش اصلا اي بول نهائي، ويحصل في الاخر كولابس. اوليجيميا يا جماعه واوليجوريا يعني انا قلتها بسرعه، بس الاوليجيميا اللي هي الدم نفسه اللي بيخش الكلى عشان يتفلتر قليل، اوليجوريا اليورين اللي بيطلع من الكلى بيكون قليل. الدياجنوز بتاعنا اغلب الدياجنوز بيكون كلينيكال، يعني شكله ايه بالطريقه دي ويبقى خلاص. انا ممكن اعمل ستول اكزامينيشن او ريكتال اسوان، تمام، فاعمل له ستول اناليسيس وهبص بعد ما اعملها، اعمل له كالتشر وابص فيها واشوف هل الجرام نيجاتيف باسيلاي اللي هي الرودز دي موجوده ولا مش موجوده، يبقى شكلها ايه تحت الميكروسكوب، كوما شيبد وبتتحرك وجرام نيجاتيف طبعا، تمام. عايز اتاكد قوي اعمل لها كالتشر، اعمل كالتشر على ايه؟ على حاجه اسمها الكالاين بيبتون ووتر، وبعد ما تشتغل الكالاين بيبتون ووتر تروح ناقلها على حاجه اسمها ثايو سلفيت سيتريت بايل سولتس، خلاص. دي الاكزامينشن بتاعته. سيرولوجيكال تيست في الستولز بدور على الانتجين بس ما حدش بيعملها، والبي سي ار بدور على الكوليرا توكسين وبرده ما حدش بيعملها. انت هنا في الحاله دي بتجي لك السيمبتومز بتاعت واحد عنده كوليرا، تمام، بتروح طالب له يتعمل له ايه، ستول اكزامينشن او ريكتال سوار. اول ما تلاقي ستول اكزامينشن فيه شويه بكتيريا من غير ما تقول هتعمل ايه، يبقى هي دي بتاعت الكوليرا، يبقى اديله انتي بايوتيك من الانواع اللي احنا قلنا عليها، كينيولونز والسيبروفلوكساسين والثيرد جنريشن كيفالوسبور. ديفرنشال دايجنوز للكوليرا الفود بويزنينج والاكيوت باسيلري ديزنتري، ماشي، هما يعملوا ووتر دايريه برضو زيهم، بس الفود بويزنينج بيبقى الانسيت بتاعتها السادن، وبيكون معاها فوميتنج، والفوميتنج ده جامد قوي، والفوميتنج قبل الدايريه ما تطلع، وبيكون معاها مفيش ليوكوسايتوسيس يعني دورات الدم البيضاء بالزايده، وفي ابدومينال بين جامد قوي، وفي هيديك وفيفر. اكيوت باسيلري ديزنتري بتبقى شبهها برضو ووتر دايريه، بس بتكون صادن انست من الفيفر فجاه كده، الحراره قلت قوي، ومعاها تشالز اللي هي الرعشه، ابدومينال كوليك، وفي في الدم وده مهم قوي قوي قوي، في بلاد او في ميوكس، ده الباسيلري. بريفنشن بتاع الكوليرا جنرال بريفنشن او جنرال ميجرز قلناهم كلهم، وبعد كده ايمونايزيشن. في عندنا فاكسين جديد وفاكسين قديم، القديم اسمه كولز فاكسين، زي التاب فاكسين كده، حاجه قديمه شويه. كولز فاكسين ده هيت كيلد فاكسين، بيتاخد نص ملي ما بينهم ويك اسبوع بس، وبعدين ملي، خلي بالكم التاب كان نص ملي يتاخد سبكوتينيوس ونستنى شهر وندي 1 ملي اللي هي الجرعه اللي بعدها، انما هنا بدي كام؟ بدي نص ملي وبدي ملي وما بينهم اسبوع. فاليديتي بيشتغل في خلال 6 ايام وبيقعد شغال لمده 6 شهور بس للاسف. الانديكيشن بتاعنا الناس اللي جايين في اماكن فيها كوليرا، اللي رايحين لاماكن قدامك، والبليجرانز اللي هم الحجاج، والناس اللي موجودين في اي كامبس او حاجه من دي. ريسك بيبول بقى اللي هو الميديكال بيرسونال اللي شغال في الفيفر هوسبيتالز، الناس اللي موجودين في المستشفيات اللي هي بتتعامل مع اللي هي المستشفيات الحميات وهكذا بس. واثناء الابيديميك طبعا بيستخدموا الكولز فاكسين. طب في فاكسينز تانية؟ في بقى فاكسين اسمه هول سيل بيتا سب يونت فاكسين، اللي هي اختصاره WCB فاكسين، وده فاكسين معمول من الكيلد فاكسين الهول سيل كيلد، وباخد حته بيوريفايد بي سب يونت من الدي ان الار ان اي بتاع البكتيريا، فاهمينها؟ بياخد
بيوريفايد بي سب يونت، حته سب يونت كده من الجين يعني، وبحط معاه الكيلد هول سيلز والسيلز كلها اللي هي معموله بطريقه الكيلد فاكسين. ده موجود في اليو كي للترافلرز اللي رايحين لانديميك اريا زي الاماكن بتاعتنا يعني، وبقاله فتره شغال وشغالين بيه كويس. في واحد تاني اسمه 103 اتش جي ار، اللي هو جينيتيكالي انجينيرد فاكسين، ده ليف اتينويتد فاكسين وبروتكت من الاي من الانتيرو توكسين اللي بيطلع بالكولر، وده احسن كتير قوي يعني. اللي كنترول كيس ال ديتكشن، طبعا كل ما عرفته كل ما احسن. النوتيفيكيشن مش لازم يبقى نوتيفيكيشن ايميديت. ايزوليشن مش محتاج، هو في البيت. ديس انفكشن طبعا. التريتمنت مهم قوي، الانترافينس فلويد، الاي في فلويد لانه بيموت من دايجريشن زيه زي الانفانتايل دايريا كده. اهم حاجه الفلويدز مهمه جدا، وتدي مع الفلويدز التتراسايكلين او الدوكساسايكلين تمام كانتيبيوتيك، بس الفلويدز قبل الانتيبيوتيك، لان اللي بيدي انتيبيوتيك من غير ما يدي فلويدز ممكن العيان يموت من الدايجريشن. التتراسايكلين بتديله 600 ملي جرام كل 6 ساعات لمده من 3 ل 5 ايام. دوكساسايكلين احسن منه طبعا، تدي 300 ملي سنجل دوز وشكرا، وبيطلع او بيرجع الشغل بتاعه بعد ما يبقى تعمل له ستول اناليسيس، ستول كالتشر ثلاثه، والثلاثه يدوا نيجاتيف، وما بين كل واحده وواحده يومين. الكونتاكت بنعمل لهم ليست، اللي كانوا بيشربوا بقى الميه معايا، اللي كانوا بياكلوا الاكل معايا، اللي كانوا عايشين معايا، ونديهم سيرفيلانس كده لمده 5 ايام او 6 ايام ماكسيمم، نشوف مين فيهم هيطلع له يطلع عليه كل رقم مش هيطلع، ونديهم كيمو بروفيلاكسيس. ولو ان في كلام مخالف يعني، منظمة الصحة العالمية بتقول لا ما تديش، في بعض المنظمات التانية وبعض الجهات العلمية بتقول ادي. تدي ايه بقى؟ تدي الدوكساسايكلين او التتراسايكلين تمام. طيب والكوميونتي هتعمل برضو ايه؟ شوية الميجرز اللي ممكن تعملها اللي هي زي بتاعة التيفويد فيفر، بلس انت بتعمل بقى كارانتين بقى. طبعا خلاص بعد الكورونا كله فهم يعني ايه كارانتين وكل حاجة، فبتعمل بقى في المواني والأماكن اللي ممكن حد يجيلك فيها كولر، محدش يعدي وهو عنده كولر بس خلاص. ولو في وباء في كولر خلاص بقى هتتم لهم كارانتين ميجر، تفصل المدينة دي وتحلل الناس كلها، واللي يظهر عليه الأعراض تاخده وتعالجه وهكذا. بصوا بقى الكارانتينبل انترناشنال ميجرز دي يعني، دي تقروها بس مش عايزين فيها أي حاجة. والميجرز بتاعت البليجرامز دي كانت ايام زمان يعني، ما بقتش موجوده دلوقتي، برضو حابين تقروها كده لمعلوماتكم تبقى كويسه.